الحمد لله. ثم بعد ذلك جاء الطلب من المعهد، تدريس الحديث وأصول الحديث وتفسير وأصول التفسير. أي معهد؟ معهد الحرم. معهد الحرم. فجزاه الله خير. المسجد الحرام. العميد جزاه الله خير، محمد سعد الرشيد، كيف يختارني ما أعرف. سبحانه، توفيق الله سبحانه. الحمد لله. وناداني وقال لي تذهب إن شاء الله، وخد خطاب أراني، قال يعطونك 1300 ريال شهريا مكافأة، 900 هنا و 1300. الحمد لله. نعم. وتدرس في الحرم. ودائما أنا في السجدة والله أدعو، لأني أحتاج أن أخدم أيضا الوالدين وكذا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. فبفضل الله تعالى فاشتريت السيارة، و يعني اختصار الوقت بدأت أدرس في معهد الحرم الحمد لله. ما شاء الله. ومن هنا حصل التعارف مع الشيخ صبيل والشيخ رئيس الإشراف الديني الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله. رحم الله. وكان جاء شيخ بديع الدين أيضا، فمعه وبرفقته أذهب بسيارتي إلى الشيخ، وهكذا فتح الله اللهم صل الحمد لله. وبقيت في معهد الحرم لما تخرجت 1400، وبالفعل هم طلبوا كل من يتخرج، شيخ نزار حمداني والشيخ رحيم الشيخ الواني رضا ناصان فلان كلهم يدرسون. فقال لي محمد سعد الرشيد عندنا حاجة تعال، فأنا رحت طلبت منهم. فالشيخ مقوشي جزاه الله خير كان يحبني وأحبه، بيننا وبينه هذا التكلم حتى في بعض الأحيان أتكلم عليه بالقسوة ويصبر. فما تستحي تروح تدرس هؤلاء الذين ما يريدون إلا الشهادة، تترك نزاع القبائل هؤلاء سود، كيف ما تسلم؟ ها يعني معهد الحرم. إيه. نعم. فبردني. إيه نعم. قلت أنا أترك من الشيخ سبيل لا. قال لا أبدا، أنا أتكلم لا يسمع لكم. فبقيت حوالي 1409 وأنت في معهد الحرم. لكن جاء كما قالوا أو كما كانوا يقولون شح في الوظيفة، لأن كل سنة كانوا يستنطقون ديوان الخدمة أو ديوان الموظفين إيش يسمونه، أن يجدد لفلان وكذا. فجاء لمن قبلنا الشيخ محمد صادق أنه هذا آخر تجديد له ويبحث عن مواطن سعودي. نعم. فرحت عند الشيخ صالح المقوشي، قلت يا شيخ عندي آية أريد تفسير منك ما فهمته. نعم. فضحك فهم في شيء كأنه في شيء ضحك. نعم. قال ايش عندك جيب. فقلت الآية الكريمة فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله. انفجر ضحك. فهم. قال لا والله لك العذر. قلت لي عذر، لكن والله مرتين، مرة عبد العزيز الحميدي طلب، لأنه يقولون ليش ما تجي، قلت أنا مستعد يكتبون. ومرة ثانية لما كان عميد الدكتور صالح بن عميد طلب. نعم. فاعتذروا قالوا نحن بحاجة. قلت مرتين طلبوا وهم قالوا نحن بحاجة، فأرجو أني ما أقدر أن أطلب بنفسي. قال أنا الذي أطلب. ما شاء الله. راح معي إلى الشيخ صبيل. نعم. وقال هذا طلب الآن لا نقدر نظلمه، نتركه الآن وغدا يأتي إنهاء الأخذ مثل ما أنهي أخذ فلان، فإيش رأيكم ينتقل إلى الجامعة. ما شاء الله. لكنه يقول أنا ما أطلب. قال الشيخ حنا نكتب. ما شاء الله. الشيخ صبيل. الشيخ صبيل حنا. نعم. نكتب. كتب كلمتين، يا محب أنتم طلبتم وصي الله مرتين وكنا بحاجة، ولكن حصل لنا قلة الوظائف، فالآن أمامكم اقبلوه. قالوا نعم. الحمد لله. ما شاء الله. 1409 من ذاك الوقت في الجامعة. وهكذا الحمد لله الذي أكرمني أيضا بالجنسية. الحمد لله. اللهم احفظ هذه الدولة المباركة التي أحبها أجدادنا لأجل أنها سلفية، والتي أحببتها لأجل أنها سلفية، وأحببتها لسعود وعلى الشيخ الذين لهم من على العالم عالم كله بأنهم الحمد لله ثبتوا التوحيد والسنة، حتى أمراءهم ما تسمى منهم إلا الكتاب والسنة. الحمد لله. إلا الكتاب والسنة. اللهم أدم وأقم هؤلاء
وأدب هذه الدولة مرهوبة الجانب قوية موسعة في رزقها وفي قوتها يا رب العالمين. آمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله. جزاك الله خير. الله يرحم والديك. أتعبناك يا شيخ. بارك الله فيك. جزاك الله. الله. نعم. ساكم الآن.